7 8 1 2 3. ازيك يا اميجو؟ هاي دنيا، اخبارك ايه؟ تمام. ثانيه واحده. ازيك يا برح؟ عزام بيه في المكتب مستنيكي جوه. ماشي، ثانيه واحده اديله خبر وارجع لك. ماشي. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8. طبعا طبعا يا عدل بيه. لا 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 لا، طمن سعادته، أنا هبلغه. حاضر، مع السلامة. قريبة جت معاكي؟ طبعا يا بابي جت. واحنا بنهزر ولا إيه؟ أمال هي فين؟ مستنيها بره. عندها لك؟ لا، أنا هخرج لها عينة بنفسي. هي فين؟ اللي واقفة هناك أهي. إيه رأيك؟ مش بطال، مش بطال أبدا. طب تعالي دعاء. بنت يا دعاء، عزام بيه صاحب الصالة، سلمي عليه. ازيك يا دعاء؟ ايه يا حبيبتي؟ هي القطة كلت لسانك ولا ايه؟ لا ابدا يا عزام بيه. معلش، اصلها مكسوفة شوية. مكسوفة؟ لا مكسوفة من ايه؟ احنا هنا ما عندناش كسوف. احنا كلنا عيلة واحدة، مش كده ولا ايه يا دندن؟ طبعا يا بابي، حياتنا يا دعاء هنا كلها سهر وفرفشة. ده بكرة القمر ده يفك ويبقى زي الفل. خلاص، أنا هسيب الحكاية دي عليك أنت يا دندن. ميجو! أيوة يا ريس. دعاء آخر العنقود في شجرة العيلة عندنا هنا، عايزة تتدرب معاكوا كويس. أوامرك يا ريس. يا حبيبتي، عايزك بقى إيه تتدربي كويس. النهاردة أول يوم ليكي معانا هنا، عايزك بالليل تصاليلي وتبدعي. حاضر يا عزام بيه. يلا يا قمر، يلا تعالي معايا. ماشي يا اكرم بيه؟ في حاجة؟ لا مفيش. طب سألتلي على بلاغات السرقة اللي قلتلك عليها؟ سألت، مفيش أي بلاغات عن سرقة خردة أو حديد. طيب شوفك بكرة، سلام. مع السلامة يا فندم. سلمى، ازيك يا أبي؟ رؤوف جوه لو عايزة أي حاجة. أنا مش جاية لرؤوف، أنا جاية لك أنت. خير؟ لا ما تخافش، مفيش حاجة، بس أنا كنت جنبك هنا وقلت توصلني معاك. وأنت مروحة بدري كده؟ لا رايحة الجورنال، بس قلت بقى استغلك بدل زحمة المواصلات والتاكسيات. ها ممكن؟ ممكن. يا ترى قريت جرايد النهاردة؟ قريتها طبعا. وقريت بقى الموضوع بتاعي؟ الحقيقة لا، ما انت عارفة انا ما بقراش جرايد النهاردة. خسارة، اصل كان في موضوع مهم قوي وكان يهمني انك تقراه. اشمعنى يعني؟ اصله كان بيتكلم عن سوء معاملة المتهمين جوه القسم والتعذيب اللي بيتعرضوه، وبصراحة بقى انا خدت فكرة الموضوع ده منك انت لما شفت الجدع اللي اسمه حربي. وبعدين معاكي يا اماني. ايه يا ابي، في حاجة؟ طبعا في انك ناسية ان الشرطة في خدمة الشعب، واهم حاجة بنعملها لخدمة الشعب ده اننا نحميه من المجرمين والمفسدين اللي بيهددوا امن المجتمع. واو، ده كلام كبير قوي. ويا ترى بقى حربي من المفسدين اللي بيهددوا امن المجتمع؟ طبعا، حربي ده لسه خارج من السجن وتحت المراقبة. اول حاجة عملها بعد ما خرج خناقة كبيرة في الحتة، ضرب 2-3 وكان هيتسبب في مجزرة. عشان كده بقى قبضتوا عليه؟ بالظبط كده. ويا ترى بقى لسه محبوس عندكم ولا حولتوه على النيابة؟ لا دي ولا دي. ايه؟ مات؟ لا افرجت عنه، عشان تعرفي ان اخوكي قلبه طيب. قلبك هو اللي حنين ولا هو اللي طلع بريء؟ احنا وصلنا الجريدة، بطلي كلام بقى. ادينا وصلنا، اتفضلي انزلي. وكفايه كده يا اماني. حاضر يا ابي، اشوفك في البيت. باي باي. Thank you.
أماني بدل مش هتتصل عليك. حاضر. أماني ست الرئيسة عايزاكي. ما قلنا حاضر. أماني افتح عايزاكي. إيه يا أماني؟ أنت كنت فين؟ في إيه يا أحمد؟ مدام شهيرة قلب عليك الدنيا وعايزاكي تروحي لها أول ما توصلي. ما تعرفش في إيه؟ مش عارف، روحي لها وأنت تعرفي. حاضر. حاضر يا فندم. تحت أمرك يا فندم. أهي جت، مع السلامة. إيه يا أماني كنت فين كل ده؟ أبدا. هو في حاجة؟ دي تالت مرة نعيم بيه يتصل بيا ويسألني عليكي. نعيم بيه؟ بيسأل عليا أنا؟ وعايزك تطلعي له فوق مكتبه. أنا أطلع له مكتبه؟ إيه أماني هنقعد نرغي مع بعض كتير، الراجل ما بيجيش غير يومين في الجريدة. اتفضلي يلا اطلعي له بسرعة. طيب مكتبه في أنهي دور؟ آخر دور. يلا اتفضلي. حضرتك الأنسة أماني؟ أيوة. اتفضلي. أنسة أماني؟ أيوه. تفضلي معايا لو سمحتي. أدخل. تفضلي. مساء الخير. أيوه. أنا أمين. أماني حسنان المصري. مدام شهيرة قالت لي إن نعيم بيه عايز يقابلني. هو أنتِ؟ اتفضلي. أماني؟ تعالي يا أماني. أنا سعيد بيك جدا يا أماني. أنت صحفية موهوبة وذكية وهيبقى ليك مستقبل كبير قوي إن شاء الله. متشكرة قوي يا فندم. أنا مش عارفة أقول إيه، دي شهادة أعتز بيها. أنت عارفة أنا طلبتك ليه؟ بصراحة لا، مش عارفة. الموضوع اللي انت كتبتيه انا مبسوط منه قوي. الموضوع ده بيدور على حق الانسان المصري، حقه المهضوم المبلوع من سنين طويله، وهو ده الهدف اللي انا والجريده وكلنا هنا بنسعى لتحقيقه. ما عندكيش فكره يا امانه يا بنتي انا قد ايه ببقى سعيد وفخور لما الاقي حد واقف في صف الناس الغلابه المطحونين بيدافع عن حقوقهم وبيفكر ازاي يرفع الظلم عنهم. يا فندم احنا تلامذه حضرتك، وبعدين بصمات حضرتك البلد كلها بتشهد بيها في مجال حقوق الانسان وخدمه المجتمع. انا طول عمري بحب البلد دي قوي قوي، بحبها وبحب ناسها، بحب كل حاجه فيها. ايه ده؟ انت لسه واقفة؟ اقعدي يا أمين، اقعدي يا أمين. عارفة يا أماني أنا إنسان بسيط جدا، عادي خالص، ممكن أقل من العادي. بدأت من الصفر، من أول السلم، بنيت نفسي بنفسي. يعني ما اتولدتش ببقي معلقة ذهب، ولا حتى بعلقة نحاس، ولا حتى بزازة، بس اشتغلت. اشتغلت كتير. عملت فلوس كتير قوي. ثروة كبيرة ما كنتش أحلم بيها، بس للأسف لحظات السعادة الحقيقية كانت قليلة جدا في حياتي، وده يمكن اللي خلاني
قعدت مع نفسي وفكرت ايه اللي ممكن اعمله عشان على الاقل اسعد نفسي، وقررت اني اعمل منظمة للدفاع عن حقوق الناس، وكانت دي البداية يا أماني. بس بعد شوية لقيت في حاجة ناقصة، صوتنا مش واصل للناس اللي احنا بنشتغل عشانهم، وده اللي خلاني اعمل الجريدة، الجريدة دي عشان تبقى منبر من خلاله صوتنا يقدر يوصل للناس. انا فخور بنفسي، وبتفهمنيش غلط، فخور ان حياتي كلها دلوقتي بقت لخدمة الانسان والبلد والمجتمع المصري كله. بس يا فندم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ممكن يعرض حضرتك والجريدة لضغوط ومشاكل كتير قوي مع السلطة. طبعا اكيد، وهو ده اللي عجبني في موضوعك، لانه لمس صميم الهدف نفسه، وده اللي مخليني سعيد بيك قوي يا اماني. ما تتصورش حضرتك الكلام ده هيساعدني قد ايه في الوصول للهدف اللي احنا كلنا بنحلم بيه، خدمة حقوق المجتمع والمواطن المصري. وده اللي انا متوقعه منك، عشان كده طلبت قبلك. انا عملت لك مكافأة انت تستحقيها فعلا. متشكرة قوي يا فندم، بجد انا مش لاقي اي كلام اقوله حضرتك بجد يعني. اماني انا مش عايز كلام، انا عايز فعل، انا عايزك تكملي المشوار اللي انت بدأتيه. تحت امرك يا فندم. على فكرة باب مكتبي مفتوح في اي وقت، تيجي بدون استئذان وتدخلي على طول. متشكرة قوي يا فندم، واتمنى اني اكون عند حسن ظن حضرتك. وهو ده اللي انا متوقعه، وان شاء الله هلاقيه.